كنا في الجزء بتاع الديفراكشن، وكنا اتعرفنا على تعريف الديفراكشن، وكنا عرفنا انواع الديفراكشن بتاع فرونهوفر وفرينيل والفرق بينهم ايه، وخدنا مقارنة بينهم، وخدنا كمان لما يكون يحصل حيود في فتحة مستطيلة، وخدنا القانون النهائي بتاعها، وازاي بنرسم وزعنا الديستريبيوشن بتاعة توزيع الشدة في التداخل بتاع فرونهوفر بيبقى عامل ازاي، ان الهضبة المركزية بتبقى اعلى ما يمكن، وكل ما ابعد عن الهضبة المركزية كل ما الشدة بتاعتي بتقل. وحققنا القانون ده لما عوضنا عن قيمة الألفا مرة بباي على 2 ومرة بثلاثة باي على 2 ومرة خمسة باي على 2، وشفنا ازاي الموضوع ده بيتحقق. وبعد كده رحنا انتقلنا للتداخل فيه لو ما يكون عندي الشق بتاعي فيه اكتر من فتحة، وخدنا كتطبيق عليه اللي هو محظوظ ايه الحيود. دلوقتي النهارده هيكون محاضرة النهارده عبارة تمارين موجودة عندي، تمام، هنحل فيها مسائل. التمارين ديت الأول في البداية هنبدأ نجمع القوانين كلها اللي احنا خدناها خلال الجزء بتاع الحيود، تمام. كان أول قانون دي اللي هو بيقول E زائد B ساين ثيتا بيساوي N في A في لندن. زي ما اتفقنا قلنا الـ E زائد B ده مقدار ثابت على بعضه، بنسميه ثابت المحظوظ، ثابت إيه؟ المحظوظ. ومقلوبه 1 على E زائد B ده بيعبر عن عدد الخطوط الكليه الموجوده في المحظوظ اللي احنا ممكن نرمز لها بالرمز ان كابيتال، الرمز ايه؟ ان كابيتال. الثيتا قلنا هي زاويه الحيود، والان سمول دي هي رتبه الحيود، واللندا هي الطول ايه؟ الموجي. يبقى اللي يهمني في القانون ده، ده القانون الام وهو الاساس بتاعي، الاي زائد بي قلنا هو ثابت المحظوظ ومقلوبه هو عدد الخطوط الكليه الموجوده فين؟ في المحظوظ اللي احنا ممكن نساويها بالان ايه؟ بالان كابيتال. رحنا جبنا حاجة اسمها قوة التشتت، تمام، أو التشتت الزاوي الموجود عندي، قلنا اللي هو مقدار التغير في زاوية الحيود بالنسبة للطول الموجي، وقلنا اللي هي بيساوي ان اللي هي رتبة الحيود على الاي زائد بي في الكوزين بتاع ايه؟ السيتا. ودي كنا جبنا القانون ده ازاي؟ فضلنا القانون الفوق ده وجبنا منه الدي سيتا على الدي ايه؟ لندا. وخدنا قوة التفريق، خدنا القانون الأول ليها اللي هي لندا على الدي لندا، وقلنا اللندا ديت هي متوسط الاطوال الموجيه، لو عندي طولين موجيين اجيب اللندا بتاعته المتوسط ازاي؟ لندا 1 زائد لندا 2 على لندا 1 على لندا 2 ناقص لندا ايه؟ 1، يعني المتوسط اللي هو انا اجمعهم واقسمهم على 2 وعلى الدي لندا اللي هو الفرق ايه؟ الفرق بينهم. اجيب المتوسط على ايه؟ على الدي لندا. وبرده قوه التفريق ممكن نعرفها بان سمول على ان كابيتال، وان سمول قلنا اللي هي عباره عن رتبه الحيود، والان كابيتال زي ما قلنا اللي هي 1 على ايه زائد بي اللي هي العدد والخطوط الكليه الموجوده في محظوظ ايه الحيود. ممكن ده قوه تفريق وده قوه تفريق ممكن نساويهم مع بعض يطلع بعلاقه لندا دي لندا بيساوي ان سمول في ان ايه ان كابيتال. احيانا يدينا عدد الخطوط الكليه بخط في السنتي بدل ما خط في السنتيمتر، اديها لي خط بالانش او البوصه، يعني البوصه دي وحده قياس. ممكن نحول اللاين الخط عدد الخطوط الموجودة في الانش في البوصة لعدد خطوط موجودة في السنتي بنضربها في المقدار 2 علامة 54، تمام. ده تحويل عشان نستخدمها في المسائل. هنبدأ المسائل ونركز فيها. أول مثال عندي بيقول سقطت أشعة متوازية من ضوء أحاد اللون على محظوظ حيود بيحتوي على 1250 خط في السنتيمتر. يعني ايه يحتوي؟ عدد الخطوط الكليه بتاعته ان كابيتال بيساوي ايه؟ 1250، او مقلوب ثابت المحظوظ 1 على ايه زائد بي بيساوي 1250. وزاويه الحيود بتاعته ذو الرتبه الثانيه، هو اللي قال الرتبه الثانيه لما يقول له الرتبه الثانيه بالان سمول بتاعتي بيساوي ايه؟ 2. قال زاويه الحيود هي 30 درجه، يبقى الثيتا بايه؟ ب 30. عايز احسب الطول ايه؟ الموجي. والله في البدايه هقول له ادى المعلومات بتاعتي ان الاي زائد بي بيساوي 1 على 2250 اللي هي الان كابيتال، تمام، لان قلنا عدد الخطوط الكليه الان كابيتال هي 1 على اي زائد ايه بي اللي هي مقلوب ثابت المحظوظ، والان رتبه الحيود بتاعت الان سمول بيساوي 2، والثيتا بتاعت زاويه الحيود بيساوي 30، واللندا هو اللي عايز ايه يحسب. هقول له والله القانون الاساسي بتاعي بيقول ايه؟ اي زائد بي ساين ثيتا بيساوي ايه؟ ان في لندا. طالما عندي الاي زائد بي عندي الاي زائد بي معلوم، وعندي الثيتا معلومه، وعندي الان معلومه، اقدر اعوض واجيب ايه؟ اللندا. زي بطلع اللندا بالشكل ده، يبقى اللندا بتاعتي بتطلع في 2 في 10 سالب 4 سنتي ايه؟ سنتيمتر. هنلاحظ ان احنا هناخد المسائل في الكتاب كلها، ولكن انا مش همسك بترتيب الكتاب، يعني انا هجيب المسائل اللي شبه بعضها اجمعها مع بعض، تمام،
بس ايه يعني مش همشي بنفس ترتيب السيكونس اللي موجود في الكتاب. طيب عشان كده لما بعدها لقيني في مسألة رقم 8، مسألة رقم ايه 8 تمام اللي موجود عندك في الكتاب، خلاص بيقول ايه؟ سقطت أشعة متوازية طولها الموجي 600 نانومتر تمام عموديا على محظوظ حيود بيحتوي على 5000 خط في السنتيمتر. يبقى دلوقتي طول الموجي ب 6000 ب 600 نانومتر او ب 6000 انجستروم. انا يعني ايه، في ناس بتحب تشتغل بالنانومتر، ناس بتحب تشتغل بالانجستروم، في الاخر انا كله هيحوله للسنت يعني تمام. على محظوظ حيود اوجد زوايا الحيود، عايز يحسب الثيتا. مره لما الرتبه بتاع الحيود الان اسمه المره بتساوي ان بيساوي 1، ومره لما الان بتساوي 2، ومره لما الان بتساوي ايه 3، وكانه هو عايز يدرس تاثير زياده الان الرتبه ان على زاويه ايه الحيود. اقول له والله البيانات بتاعتي هي، انا اعطيني اللمضه بتاعتي ب 6000 انجستروم او ب 5000 ب 600 نانو عشان احولها يعني بضربها من، لو انا هشتغل بالانجستروم طبعا دي حريه ليكم تشتغلوا كده كده هحولها، لو هشتغل بالانجستروم عشان احول للسنتيمتر بضرب في 10 سالب 8، لو هشتغل بالنانو عشان احول سنتيمتر بضرب في 10 سالب ايه 7. واعطيني الاي زائد بي بواحد على 5000 خط في السنتي، عايز يحسب الثيتا مره لما الان بتاعتي بتساوي 1، ومره الان بتاعتي بتساوي 2، ومره الان بتاعتي بتساوي ايه 3. اقول له والله القانون الاساسي بتاعي، اقول له ايه زائد بي ساين ثيتا بيساوي ان في ايه لامدا. الاي زائد بي معلومه اللي هو واحد على كام، على 5000، لان عدد الخطوط الكليه وبعدها كتير اهوت هو مقلوب الاي زائد بي او مرموز له بالرمز ان كاف. والثيتا تمام ده اللي عايز احسبه، مره اعوض عن الان بواحد، طبعا اللامدا قيمتها معلومه هي، مره اعوض عن الان بواحد واحسب ايه الثيتا، ومره اعوض عنها باثنين واحسب الثيتا، ومره اعوض عنها بثلاثه واحسب الثيتا. ولكن نلاحظ عشان نتاكد من نتائجنا صح ولا غلط ان العلاقه بين الثيتا والان علاقه ايه طرديه، يعني كل ما الان بتاعتي تزيد كل ما الثيتا بتاعتي ايه بتزيد. طيب اول حاجه لما الان بتاعتي بيساوي واحد لما عوضت عنها طبعا جبت الساين ثيتا وجبت الشفت التان بالاله الحاسبه عشان اجيب الثيتا طلعت ب 17، واكتب الوحده بتاعها درجه، لازم اكتب ايه الوحده تمام. اعوض هنا الان بتاعتي ب 2 طلعت ب 37، وكاتب الديجري هي الوحده اهيت. ولما الان بتاعتي ب 3 طلعت ب 64. هنلاحظه زي ما القانون بيقول كل ما الثيتا بتاعتي الان بتاعتي تزيد كل ما الثيتا حصل لها ايه حصل لها زيادة. روح للمثال رقم 4 في الكتاب عندكم تمام، يعني انا مش ماشيين بالترتيب اهوت، يعني مش ماشيين بترتيب الكتاب، ولكن هناخد كل المسائل اللي في الكتاب. المثال ده رقم 4 عندكم في الكتاب، بيقول استخدم محظوظ حيود يحتوي على 6000 خط بير سنتيمتر. اول ما تستعمل 6000 خط يعني كده الان كابيتال بتساوي 1 على اي زائد او الاي 1 على اي زائد بي بيساوي 6000 ايه خط في السنتيمتر. للحصول على طيف لمبه الصوديوم ذو الرتبه الثانيه الان سمول بتاعتي بكام؟ ب2. احسب الفرق بين زاويه الحيود، هنا بقى الفرق بين زاويه الحيود عند طولين موجي، واحد 589 والتاني 589 و6 نانومتر، عاتيلي لمضه 1 ولمضه 2. ايه الموضوع ده؟ قال لك والله تخيل الموضوع كده، انا عندي لمبه فيها تمام اتنين اطوال موجيه، لما بتعدي بمحظوظ الحيود كل لون هيحيط بايه؟ بزاويه. اللون طول ادا لون وادا ايه؟ لون. انا عايز احسب بقى الفرق بين هما الاثنين، يعني هتحسب مثلا من طول الموج الاولاني الزاويه بتاعته لمضه 1 هخلي الزاويه بتاعته ثيتا 1، والطول الموجي الثاني اللي هو لندا 2 هيكون هيحيط بزاويه ثيتا ايه 2. هو عايز يحسب هنا الفرق بين الزاويتين اللي هو ثيتا 2 ناقص ثيتا ايه ثيتا 1. اقول له والله ببساطه همشي نفس الخطوات، ادي البيانات اللي عتالي 1 على اي زائد بي بيساوي 1 على 6000، والان بتساوي ايه رتبه الحيود بتساوي كام بتساوي 2. هحسب مره الاول حاجه ثيتا 1 عند لندا بتساوي ايه 1، طبعا انا شغال بالانجستروم حولتها بالسنتي، واحسب الثيتا 2 عند لندا بيساوي ايه 2، وبعد كده المطلوب مني اللي انا احسب اللي هو الفرق بينهم اللي هو ثيتا 2 ناقص ايه ثيتا 1. دي هعملها ازاي؟ اقول له ادا اهوت ادا لندا 1 تمام، وادا القانون اللي استخدمه هو نفس القانون بس هنا هتبقى ثيتا 1 وهنا لندا 1 لان كل لون ليه زاويه ايه حيود. هقول له والله كل حاجه معلومه عندي، الاي زائد بي معلومه والان معلومه واللندا 1 معلومه، اقدر اجيب ايه الثيتا 1. نفس الحكايه هنا يعني بالنسبه للندا 2، احط القانون بتاعي اي زائد بي ساين ثيتا 2 بيساوي ان في لندا 2، وهنا برضك هنا طول الموج الثاني زاويه حدوده 2 هجيب زاويه الحدود الثانيه واجيبها، وبعد كده بطرحهم هما الاثنين من بعض واطلع ايه الناتج الموجود قدامي، يبقى ده الفرق ايه في زاويه ايه الحدود بينهم هما الاثنين. في المثال رقم 3 في الكتاب، وده مثال عددي رقمي اسف لفظي تمام، بيديك من خلال فهمك للكلام بتقدر تطلع معادلات تمام.
عندما بيقول عندما تم فحص مصدر ضوئي بواسطة محظوظ الحيود، يعني مصدر ضوئي فيه أكتر من طول موجي، حطيت قدامه محظوظ الحيود، وجد إن طيف ذو الرتبة الثالثة لأحد المصدرين ينطبق على طيف ذو الرتبة الرابعة من المصدر الآخر، تمام؟ فإذا كان الفرق بين الطول الموجي للمصدرين، يعني ده عند أهوت، ده طلع لون وده طلع لون، الفرق بين الطول الموجي بتاعهم 150 نانومتر أو 1500 إيه؟ نانومتر. أول حاجة أهوت اللندا واحد ناقص اللندا اتنين ب 1500 إيه؟ أنجستروم، تمام؟ أو 150 نانومتر. ممكن أجيب اللندا واحد زائد اللندا اتنين زائد 1500. هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول هنا التيف ذو الرتبة الثالثة لأحد المصدرين بينطبق، يعني إيه بينطبق؟ يعني ليه نفس الاتجاه ونفس الزاوية على التيف ذو الرتبة الرابعة من المصدر الآخر. يعني الـ N بتاع الـ بالنسبة للندا واحد الرتبة بتاعها الرقم ثلاثة بتنطبق على بالنسبة لطول الموج الثاني على الرتبة إيه؟ الرابعة. تعال نشوفها في المعادلات، يعني إيه؟ أدى هو بالنسبة لطول الموج الأولاني، قال لك الرتبة إيه؟ الثالثة. أهو ثيتا واحد حطيت الرتبة بتاعتي إيه؟ بالـ N بتاعتي بإيه؟ بثلاثة. أهو ذو الرتبة الثالثة بينطبق على المصدر الثاني عند الرتبة إيه؟ الرابعة. أهو حطيت الـ N بتاعتي بإيه؟ بأربعة. فلما بينطبقوا مع بعض يبقى السيتا واحد بيساوي سيتا اتنين بيساوي سيتا. يعني معنى كده إن المقدار ده هو إيه زائد بي ساين سيتا واحد هيكون مساوي للمقدار إيه زائد بي ساين سيتا إيه؟ اتنين. ويفضل عندي إن تلاتة لندا واحد بيساوي أربعة لندا إيه؟ اتنين. يبقى ده اللي عايز يقوله، إن لما يقول لي إن الطيف ذو الرتبة الثالثة لأحد المصدرين بينطبق على الطيف ذو الرتبة الرابعة، معنى كده التلاتة لندا واحد بيساوي أربعة لندا إيه؟ اتنين. هو عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الطول الموجي لكل، عايز يحسب لندا واحد ولندا اتنين يطلع لهم قيم. اقول له والله ببساطه انا عندي معدتين اهمت، احلهم مع بعض واطلع ايه؟ الاطوال الموجيه زي ما هو واضح في الخطوه الجايه. ادي المعدتين. هقول له والله المعده دي بتقول 3 لندا واحد بيساوي 4 لندا اتنين، وانا عندي قيمه اللندا واحد، باخدها اعوض بيها هنا، يبقى تصبح 3 لندا مضروبه في لندا واحد مضروبه في لندا اتنين زائد 1500 بيساوي 4 لندا اتنين زي ما موجود قدامنا هنا. هيطلع عندي هنا اللندا 2 ب 4500 انجستروم او 450 نانو ايه متر. وطبعا جبت اللندا 2 اقدر اجيب اللندا 1، اقول له اللندا 1 بيساوي اللندا 2 زائد 1500. هنا اللندا 2 طلعتها ب 4500، اجمعهم مع بعض يبقى اللندا 2 بتاعتي هتساوي 6000 انجستروم او 600 ايه نانو متر. المسألة ديت رقم 5 في الكتاب ومن المسائل المهمة. أول حاجة بيقول أضيق محظوظ حيود يحتوي على 8000 خط بير بوصة، تمام؟ يعني ايه ما بيقالش السنتي، احنا قلنا بنشتغل بالسنتي دايما، فلازم هنا قال لي 8000 خط. ده معنى كده ان الاي زائد بي بتاعتي واحد على اي زائد بي بتاعتي بيساوي 8000، تمام؟ او الان كابيتال بيساوي 8000، بس لازم انا احولها ليه بدل خط بير بوصة احولها خط بير سنتيمتر، بضرب في المقدار الاثنين علامة 5 ايه 4. بيقول ما هو قوة التفريق الزاوي اللي هو دي سيتا على دي لندا، دي سيتا على ايه؟ التفريق الزاوي او التشتت ايه؟ اللي هو دي سيتا على دي لندا في الرتبه الثالثه عند الطول الموجي 546 نانومتر او 5460 انجستروم، تمام؟ والمطلوب التالي قوه التحليل ريزولفنج باور اللي هو قوه الفصل، يعني اللي هو قلنا المتوسط على الطول الموجي اللندا، المتوسط على الاطوال الموجيه على الفرق بين الاطوال الموجيه او ان سمول فوق ان ايه؟ كابتن. خلينا في اول مطلوب اهوت، ادي البيانات اللي عتها لي، اي زائد بي بيساوي 1 على 8000 عشان احولها ضربت في المقدار 2 علامه 4 5، او الان كابيتال بيساوي 8000 خط، يعني خلاص هي لان قايلين الان كابيتال عدد الخطوط الكليه بيساوي 1 على اي زائد ايه بي. عايز يحسب الدي سيت على الدي لندا لما الان بتاعتي بيساوي 3 والطول الموجي بتاعي بيساوي ايه 5460 انجستروم، وحولته لسنتي ضربت في 10 اس سالب ايه 8. انا عندي قانون للعلاقه ديت، عندي القانون. طب بيقول ان دي سيتا على دي لندا بيساوي ان على اي زائد بي كوزين سيتا. طب انا عندي الان معلومه ب3 والاي زائد بي بتاعتي معلومه، تمام؟ بس ما عنديش ايه السيتا. طب اعمل ايه؟ قال لك والله نرجع للقانون الام اللي المعادله دي مشتقه منه. ايه القانون الام اللي هو ايه؟ اي زائد بي ساين سيتا بيساوي ان في ايه لندا. هقول له والله الاي زائد بي معلومه والان معلومه واللندا ايه معلومه، في الحاله ده هي اطلع السيتا الواحده وارجع اعوض عنها في القانون كوزين ايه سيتا ده، واطلع عندي دي سيتا على دي لندا. وطالما بطلع ديت يبقى الواحده بتاعها ديجري على لو انا شغال بالانجستروم
يبقى اعوض عنها بديجري على انجستروم لو انا شغال بالنانو، ديجري على النانو شغال بالسنتيمتر، ديجري على ايه؟ على السنتي. طب المطلوب التاني عايز يحسب ايه؟ قوة التحليل او قوة الفصل. والله اقول له انا عندي قانونين، واحد بيقول متوسط الاطوال الموجية على الفرق بينهم او ان سمول في ان ايه؟ كاب. طب انا ما عنديش اطوال موجية، ما عنديش اطوال موجي واحد، تمام؟ اروح للقانون التاني، ان سمول معلوم ولا لا؟ الروت بعتها لي بخمسة، والان كابيتال هتلاحظوا في المثال اللي هو عدد الخطوط الكليه اللي هو ب 8000، يبقى في الحاله ديت اقول له هنا القانون بتاعي ان كابيتال في ان سمول بيساوي 8000 في 5 يدينا 40 ايه؟ 40000. طيب مساله رقم 6 في الكتاب بيقول ما عدد الخطوط الكليه، يعني عايز يحسب الان كابيتال او 1 على ايه زائد بي التي تحتوي على محظوظ حيود لقي يفرق بالظبط بين الطولين الموجيين. عايزين 2 طول موجي تمام موجودين عندي. هقول له والله عشان احسب عدد الخطوط الكليه ممكن احسبها اللي هي 1 على اي زائد بي، بس القانون بتاعي بيقول اي زائد بي ساين سيتا بيساوي ان في لندا، ولا انا عندي سيتا تمام وعندي 2 اطوال موجيه مش عارف اعوض، مش عارف اعوض باي واحد فيهم. طيب عندي ايه كمان؟ اقول له في علاقه كانت بتقول ان ريزولفنج باور كانت بتساوي متوسط الاطوال الموجيه على الفرق بينهم، وهي برضك بتساوي ان كابيتال في ان سمول، ما انا ممكن اساوم ببعض وانا عندي اقدر احسب الريزولفنج باور، وعندي ايه؟ عندي كمان حاجة كمان معلومة تمام، الأمور كلها معلومة مفيش أي حاجة ناقصة، أعوض إيه؟ أعوض بيها. يبقى كل اللي أعمله لأن اللندا واحدة عندي أهيت تمام، واللندا اتنين عندي، وعندي الإن بتاعتي بتلاتة، عايز يحسب الإن كابيتال. هقول له والله أول حاجة ريزولفنج باور بيساوي متوسط الأطوال الموجية على الفرق بينهم وطلعت القيمة، وإن ريزولفنج باور بيساوي إن كابيتال في إن سمول. أنا عايز أحسب الإن كابيتال، هيبقى ريزولفنج باور على إن سمول والإن بتاعتي بتلاتة، واعتقد ان الثلاثه دي مش موجوده في المساله بس هو معطى، يعني لازم يكون عندها لكم في المساله عشان ايه تجاوبوا عليها. طيب هناخد هتحلوا مساله 7 و9 تمام، وكفايه كده على المسائل عشان ايه نعرف نكمل في جزئيه تانية. يبقى احنا كده يا جماعه ببساطه انتهينا من البولاريزيشن، من اللي هو الجزء بتاع الحيود، اتكلمنا في الحيود بتاعنا عن الـ او الجزء اللي فات كله اتكلمنا فيه، اتكلمنا عن التداخل الضوئي، ظاهرة التداخل الضوئي، واتكلمنا عن التداخل الضوئي الثنائي والمتعدد وانواعهم والفروق بينهم، وخدنا هنا امثلة وهنا امثلة زي يانج وفرينل ولويد، وخدنا الاغشية الرقيقة، وخدنا حلقات نيوتن، وخدنا مايكلسون، وخدنا تطبيقات والمتعدد، خدنا مثال عليه وشفنا ازاي بنحسب الانتنستي، وبعد كده رحنا للحيود واتكلمنا على انواع الحيود والفرق بينهم عامل ايه بالظبط تمام، واتكلمنا على الحيود في فتحة واحدة وفتحات متعددة ومن تطبيقات الفتحات المتعددة اللي هو محظوظ الحيود، وخدنا اللي هو بيحلل الضوء الاطوال ان كل لون بيحيط بزاوية تمام، وخدنا مسائل عليه. هيفضل لنا بس جزء اخير تمام اللي هو الاستقطاب ده.